النهاردة إن شاء الله كده أولى حلقاتنا في كورس تشيلد ووتر سيستم، تطبيق مدرسة. المدرسة دي إن شاء الله دي هتبقى في السعودية مش في مصر، نطبق بنظام تشيلد ووتر سيستم. نبدأ كده على بركة الله، ده المشروع بتاعنا. دي مدرسة إعدادي، تمام، في السعودية. هتبقى 3 أدوار، الأرضي الأول التاني، وده الروف يعني الأرضي والأول والتاني والسطح. ده سيكشن كده مديهولنا المعماري، ارتفاع كل دور. ده كده الفينش فلور، دي الدور اسمه الفينش فلور. لما تلاقي العلامة دي معناها ده اسمه الفينش فلور. لمين؟ الدور الأرضي. ده الدور الأرضي كده، ده الدور الأول، ده الدور الثاني، ده الروف. هتلاقي طبعا ده السقف السائط، ده السلابة دي بتاعت الجبس. السقف السائط اهو، المسافة من هنا لغاية السلابة، ده من الخرسانة للسلابة الجبس، ده بنسميه السقف السائط. دي الأبواب ودي الشبابيك. هنشوف الكلام ده لما نيجي نرسم ان شاء الله. اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نتعرف على البلان بتاعي. الدور ده او المدرسة دي ليها 3 مداخل، ادي مدخل، تمام، وادي مدخل كده جانبي، وادي مدخل تاني. ده بس المدخل الرئيسي، ده المدخل اللي بعده خروج او مدخل تاني يعني، وده مدخل كده صغير ممكن يكون ده تبع المدير المدرسة أو المدرسين مثلا. ده الريسبشن اريا، منطقة الدخول في الأول ده أو الانترانس اريا دي. دي سيكيورتي روم، ده طبعا شكل الأسانسير، ده السلم، دي مجموعة مكاتب، دي مكتب مثلا ماليات، السكرتارية ومدير المدرسة أو المدير العام. دي أوضة تي روم، يعني حجرة اللي بيعملوا فيها الشاي والقهوة الكلام ده. ده مجموعة تواليتس خاصة طبعا بالمدير، أو ده تواليت خاص ب ده برضو مجموعة. ده مكتب اللي هو المدير، ده نائب المدير، تمام. ده الدايركتور برنسبل روم، المدير العام يعني أو مدير المدرسة. ده مخزن كمبيوتر اند لانجويج لاب. هتلاقي طبعا هنا في كلاس روم، اهي في كلاس روم كلاس روم كلاس روم، وهنا برضو تحت هتلاقي كلاس روم كلاس روم كلاس روم. ده ستورج، دي ليكتشر هول، دي قاعة محاضرات مثلا لو هيعمل محاضرات فيها المدير مع المدرسين أو الطلبة. طبعا في سلم هنا تاني، دي ميتينج روم، دي لايبراري مكتبة، دي حجرة المشرف، دي الشؤون الإدارية، ده تيتشر روم، وفي تيتشر روم الناحية التانية، ودي مجموعة حمامات، ودي مجموعة حمامات برضه، دي ميل ودي فيميل، ودي اللوبي بتاعتي، دي لوبي طرقة كده صغيرة، ودي أرت روم، ودي البريير روم حجرة الصلاة، ودي حجرة الفنون. ده كده اتعرفنا سريعا على المبنى. هنا في كافيتيريا برضو، جي ده معناها جراوند يعني. طيب ايه ده بقى؟ دي بوصلة بتحدد لي الاتجاهات، يعني بيقول لي ان الاتجاه ده كده النص، ده الساوث، ده الايست، وده الويست. مش دايما بيبقوا زي البوصلة اللي هي في الكاد، لا ممكن يختلفوا يعني، بس هي دي صدفة ان احنا جت معانا كده. اللي في النص دي اوبن اريا، منطقة
زي منطقة في النص كده مفتوحة واصلة لغاية فوق. دي يعني للشكل الجمالي، او برضو علشان الإنارة والتهوية وكده، يعني تبقى المبنى مش مقفول على بعض. هنا هتلاقي ان في شبابيك بتطل على المنطقة دي، منطقة يعني ممكن يبقى فيها خضرة وكده، زرع واشجار وكده، يعني علشان تعمل زيادة اكسجين في المكان وكده. طيب دلوقتي بعد ما تعرفنا على المشروع، كل الخطوات اللي احنا بنعملها ان احنا بنترجم الحاجات دي زي ما شوفنا قبل كده، الداتا اللي موجودة على الرسم دي عايزين نطلع منها داتا عشان نحسب بيها الحمل الحراري بتاعنا. زي ما احنا شايفين هنا مفيش فرش معماري، مفيش فرش معماري يعني ما عنديش حاجة تدللي على عدد الأشخاص ولا على عدد ولا المعدات الموجودة عندي. زي ما اتعودنا لما ما يكونش في عندي الحاجات دي، اما حاجة من الاتنين، يا اما اسأل المهندس اللي هو المعماري يقول لي اماكن الفرش ازاي. طبعا احنا عشان المشروع ده تدريب، فهنفترض او هنستخدم جداول اشري علشان نقدر تقريبيا بس عدد الاشخاص والفرش اللي موجود في المكان. تمام. طيب هنبدأ الاول، انا اوريكم كده الشيت اللي احنا هنشتغل عليه. ده الداتا كولكشن اللي احنا تعودنا عليه، الاسم مثلا ده كلاس روم G1 اهو. حلو. ايه بقى اللي احنا عايزينه؟ عايزين فيها الاريا، وعايزين مساحة البارتيشن. عارفين طبعا البارتيشن اللي هي الحوائط الداخلية، الحوائط الداخلية اللي هي مش معرضة للشمس زي ما عرفنا قبل كده. يعني ده كده حائط داخلي وده حائط داخلي، دي كلها بارتيشن، دي بارتيشن، دي بارتيشن. اما الحوائط الخارجية اللي هي دي اللي هتلاقيها ايه، معرضة للشمس من بره. تمام. عندي تاني الاكويبمنت، المعدات، حمل المعدات الموجودة عندي، سواء المعدات دي كهربائية او معدات طبخ او معدات اي معدات موجودة عندي في المكان. دي اللايتنج، الإضاءة هنا بالوطن كل في التربية. هنا بقى الشيء ده انا حطيت في حاجة جديدة، ان انت هتحط هنا الاكيوبانسي اللي احنا هنطلعها من جداول الأشرية، يديك عدد الاشخاص اللي موجودة في المكان. طبعا الاكسبوجر اللي هي الحوائط المعرضة للشمس، هتحط هنا المساحة بتاعت الحائط بتاعك، يطلعوا لك هنا بالفيت. وهتلاقي قصاده ان انت ممكن تدخل نوعين من الويندو ونوعين من الدور. نوعين يعني النوع هنا مش قصدي بيه نوع يعني كمسمى، لا هو ويندو ده شباك وده شباك، بس هنا هيختلف النوع بناء على المساحة، يعني ممكن يختلف بناء على المساحة او على مساحة الشباك ومساحة الباب، دي حاجة، او عن الماتيريال اللي معمول منها. تمام. ده نوع وده نوع. هتحط هنا مثلا لو في شباكين، هناخد دلوقتي المثال اللي هو بتاعنا اللي هو الكلاس روم واحد ده، وهنطلع كل حاجة ليه من الرسم. اولا انا عايز اجيب ايه، اتفقنا انا عايز اجيب المساحة، فالمساحة زي ما تعودنا بعمل كده بولي لاين، وبمشي على الحدود الداخلية كده للسبيس بتاعي زي ما انا بعمل كده اهو. ده طبعا باب، دي العمدان دي، واتأكد ان انا ماشي ايه على النقط دي ايه. واجي عند اخر جزء ده واقول له سي وانتر عشان يعمل لي قفل للبولي لاين بتاعي. ده كده بولي لاين.
هقول له الا اي انتر، او في طريقة زي ما احنا شفنا قبل كده ان انا ممكن اعملهم كلهم واجي مثلا اعمل تاني بودي لاين مثلا اهو بودي لاين، احدد مثلا ده برضو كده على السريع. فيه لزم بقى بيكتب لي بعد ما احدد، بعد ما اعمل كل السبيس الموجودة عندي اعمل البولي لاين ده كده، هاجي بالسب ده وهخليه يكتب لي بقى تكست بالمساحة اللي تدل على مساحة المكان ده. تمام سيدنا، انا عملتهم كلهم، بس انا سريعا دلوقتي هعمل على الاثنين دول بس. هحمل اللزب ده هكتب اي بي انتر، اللزب عندي على ديسكتوب. ادي ديسكتوب، ادي الاريا روم بتاعي، اقول له لود، اقول له لود وكلوز، نكتب كده اريا رون، اهو اللغة التاني ده. تمام، بيقول لي السكيل بتاع الكتابة ده، انا طبعا شغال بوحدات ملي. عرفت ازاي شغال بوحدات ملي؟ هقول لكم دلوقتي. خليها مثلا دي 300 مثلا، سي ان انا اخلي ارتفاع التكست 300، او مثلا 500. هقول له ايه انتر. بيقول لي ايه من الديسيبل عدد الوحدات او الارقام اللي بعد العلامة. هقول له مثلا انا شغال بالملي، فانا عايز شي بعد العلامة، لان انا كده كده هيطلع بالملي معايا. هقول له انتر، و ديسيمل هقول له زيرو انتر. لا هو مش راضي بالزيرو، ماشي هقول له واحد انتر. بيقول لي select object، اختار الاوبجكت ده وده اللي هم انا عملتهم، طبعا انت هتعملهم كلهم. تقول له انت هتلاقي ان هو ايه بالك، طبعا انا اخترت ال 500 دي كبيرة اوي، دي ممكن كده اصغر التكست ده، اخليه مثلا 500. حلو، فده كده ده الاريا اللي هي بتاعت المكان عندي. هنا هتخليها تشوفها بالملي، طبعا تقسم على مليون، تلاقي دي ان 30 متر و2 من 10، دي مساحتها 25، 35 و24 من 100 متر. عرفت ازاي انا بقى بالملي؟ لو قست كده حاجة عامة زي الشباك ده، هلاقي اني الطول عندي ب2.4، طبعا 2.4 دي استحالة تكون 2.4، 2400 تكون 2400 متر يعني، او 2400 سم، 2400 ملي كده، دي معقولة. حلو، طيب نفس القصة هنا برضو، دي هنا عرض 1.8. الأبواب ايه، وتقريبا 2 متر. تمام، طيب انا دلوقتي اهو جبت الاريا بتاعتي، فدي اول حاجة انا هحطها في الشيت بتاعي. هقول له الاريا بتاعتي 30 وكام، 30.2. ادوس كده في اي مكان، يحولها لي الفيتا، يقول لي دي 325.3 في التربيع. طيب كده جبنا اول حاجه الاريا. البارتيشن بقى اللي هي القواطع الداخليه، اجيبها ازاي؟ انا عندي هنا في الحائط ده داخلي والحائط ده داخلي، انا ممكن برضه اروح اعمل ايه، هعمل بولي لاين كده اهو، بس طبعا مش هخش، مش همشي على الـ على الـ على المساحة دي، لا البارتيشن طبعا هتفرق، تخليها تقريبا كده يعني اهو.
آسف لي ما جاتش على الخط على النقطة، عشان أنا بسجل هشيل الخط القديم عشان تظهر معاكم الولي لاين القديم اللي هو بتاع المساحة. ديليت كده، ده البولي لاين بتاعي اللي هو بتاع البارتيشن اهو، شايف هنا ما مشيتش بقى على الخط، لا كأني باخد الحيطة دي وباخد العرض بتاع ده بقى بتاع الحيطة دي. ده برضو ممكن نكمل لغاية هنا، آسف لأني برضو مكمل بتاع الحيطة الداخلية. هجمعهم كده الاتنين مع بعض، لأن البارتيشن طبعا ملهاش اتجاهات. أقول له إلا أي إنتر، يعني اختصار التمر ليست. هيقول لي ده الطول ده 11 و 3 من 10 متر، 11 و 3 من 10 متر. هروح اجيب الكالكليتر، 11 وكام، 11 و4 من 10، احنا قلنا 11 و3 من 10، عامة خليها مثلا 11 و3 من 10. ممكن اجيبها تاني، الله ينتر، 11 و3 من 10. طيب 11 و3 من 10 دي العرض. طب انا عايز اشوف الارتفاع بتاع الحيطة دي، الحوائط دي كام. هجيبه هنا من السكشن اللي هو مديهوني ده، بيقول لي والله هنا من في الدور الارضي ده الليفل بتاع السيلينج، وده الليفل بتاع الفينيشد فلور بتاع الفيرست، وده بتاع الفينيشد فلور بتاع الارضي. احنا شغالين في الارضي دلوقتي، او انا ممكن ايه ما اخدش طبعا لان اللي تحت ده ماليش دخل فيه، اخد بس من اول الفينش كده لغاية الخرسانة دي اللي هي ايه دي 4 و 4 و8 من 100، يعني نقول 4 10 مثلا، ارتفاع الدور 4 10 معايا. او ان انا ممكن اعمل حاجة تانية علشان ايه موضوع القياس، انا معرفش فين الليفلات. هطرح الليفل ده من الليفل ده، الليفل ده 5 و4 من 10، هطرحه من 1 و2 من 10 اهو، 4 5 و4 من 10 ناقص 1 و2 من 10 هتديك 24، يبقى كده ارتفاع الدور الأرضي 24. نفس القصة هنا، هطرح 9 و6 من 10 من 5 و4 من 10 برضه تديك 24، وهي ارتفاع الأدوار كله 24. السقف السائط على 92 لكل الأدوار. تمام، يبقى انا كده هاجي بالكالكوليتر هضرب العرض بتاعي اللي هو 11 و3 من 10 في 4 و2 من 10 الارتفاع، هتديك ان المساحة بتاعتك 47.6، يعني نقول تقريبا 47.5، 47.5 متر مربع. حوالي 5 511.6 في التربيع. الاكوايب منت، طب اجيب الاكوايب منت منين دي؟ هنفرض انا يعني هفرض الافتراضات دي لان ما عنديش مهندس الكهرباء. هقول لكم هنفرضها ازاي وهنمشي بيها في المشروع عن طريق الجروب بتاعنا ان شاء الله اللي هو على الواتس. الداتا دي هكتبها كل مكان ايه المعدات اللي هتبقى فيه. كمثالا الكلاس روم ده، انا هفرض الكلاس روم، كل كلاس روم هيبقى فيه كمبيوتر، جهاز كمبيوتر يعني شاشة او كيسة وبروجيكتور. تمام، شاشة وكيسة وبروجيكتور. هقول لكم طبعا الاحمال بنجيبها منين. هنروح كده لأشري شابتر 18 من أشري فاندمنتال، هتلاقي في تحت كده الأحمال، بيقول لك ريكومند هيت جين فروم تيبيكال كمبيوتر اكويبمنت، دي بارت 18.11. قربنا الصورة كده، يقول لك والله الديسكتوب كمبيوتر، ومديك هنا الانواع المختلفة منه. انا هاخد اكبر حاجة مثلا اللي هي 97،
والفلات برينتر اللي هي الفلات بانل المونيتور اللي هو الشاشة. زي ان انا هاخد الشاشة اللي هي برضو متوافقة، يعني ده 97 ده ايه تمام. فهنا الايه فين هنا اللي هي هتلاقيها اللي هي قصاد، ممكن ناخد 17 بوصة دي اللي هي نظام ايه برضو مود ايه، اللي هي 29 اهي 29 17 بوصة مود ايه، زي اللي فوق دي مود ايه اللي هي يعني هناخد 97 و 29 دول هيدوني 126، يبقى كده ده تقريبا 126 واط. حلو. طبعا لو رجعنا تاني لأشري شابتر 18 هتلاقي الحاجات دي اللي هي الخاصة بهذه اللابتوب مثلا، هتحتاج اللابتوب هنا ناخد أكبر قيمة 36. هتلاقي مثلا تحت برضو ال آسف ناخد فوق كده هطلع فوق اللي هو الحاجات معدات بقى الطبخ. هقول لكم هنفرض ايه الحاجات اللي هنفرضها هنا، اللي هي الهودد الهودد فرمودد او انهودد، يعني مش متركب لها هود، بيسحب الاكزوست ده وبيرميه بره، ضغط يعني متركب على هود كده ويتسحب الاكزوست الهواء الاكزوست ده وبيرميه بره، ده انهودد. طبعا الاجهزه دي ما بتحطلهاش الهود ده، زي الكافي بريون والفريزر. هقول لكم الحاجات اللي هنفرضها في كل واحد هنا، بس تلاحظ ان هو مديك ليتنت و السنسبل مديهوني على جزئين. زي مثلا ان انا عندي الفريزر دي او اول جهاز ده او ده مثلا كافي بريون دي اللي هي عمل القهوة دي تمام، هتلاقي هنا قصادها كده مديك حاجتين سنسبل، سنسبل راديانت وسنسبل كونفكشن، هتجمع الاتنين وهيبقى ده السنسبل 500 والليتنت واحدة بس اللي هي 700، فدي هتحطها في الميسليميان سلوت زي ما هنشوف بعد كده تمام. طبعا احنا قلنا خلاص هنا ما عنديش معدات طبخ في الكلاس روم، عندي بس اللي هو نسينا كمان البروجيكتور، زي ما قلنا البروجيكتور 300 يبقى دي 156 تمام، 156 اهو 27 او 29 اسف 29 زائد 97 اللي هو كانت اللي هو الأكبر حاجة من الأجهزة يعني، و ده 126 والبروجيكتور 300 كده يديك 426 آسف 426 واط. طيب اللايتنج بواط لكل فيت برضو من نفس اللي هو شابتر 18 ده اللي احنا عديناها، لو تلاحظوا فوق كده ادي اللايتنج باور دينستي، تلاقي هنا واط لكل فيت تربيع. طبعا احنا كلاس روم اهو، هتلاقي دي 1.24%، انت هتشوف طبعا كل مكان، مثلا زي اللوبي هنا تلاقي 9/10، كل مكان طبعا ليه، او اوفيس مثلا 1.11 دي في مجموعة الاوفيس. انا عندي مثلا كلاس روم 1/24 فكده ده 1/24. الكيوبانس كام بقى؟ الكيوبانس دي انا بجيبها من اشر ستاندر 62.1، في جدول هنا بيقول لي المينيمم فنتيليشن، هلاقي فيه عمود اللي هو خاص بالكيوبانس دينستي، هلاقي مثلا الكلاس روم اللي هو اكبر من 9 ده اللي هو احنا هنشتغل عليه، لان هو 35 35 ايه بقى 35 شخص لايه لكل 100 متر مربع او لكل 1000 في التربيع،
تمام 35. طب انا احط هنا 35، هلاقي ان هو حولها لي في الشيت لي عدد اشخاص، وبعدين هنا عدد الاشخاص هتضرب عدد الاشخاص ده في المساحة على 100، المساحة طبعا بالمتر تربيع على 100، او في المساحة بالفيت تربيع على 1000، بس انا عاملها المعادلة على 100 كده. ايه هنطلع لك عدد الاشخاص. لو تلاحظ هنا عدد الاشخاص قليل، لان هو طبعا في اشري بالنسبة للمساحة، يعني بيصمم ان عدد الاشخاص يعني كنظام مدارس خاصة وكده. احنا ممكن انا افرض ان العدد ده مثلا هيبقى اكتر شوية في الكلاس روم، سي ان انا هخلي عدد الاشخاص في كل فصل هثبته خلاص ان هو يبقى 20 شخص. خلاص يبقى احنا ده هنثبته خلاص، عدد الاشخاص هيبقى 20 شخص، ومش هحتاج لموضوع الاكيوبانسي في الكلاس روم بس، لكن في الحاجات التانية انا هحتاجه. تمام، لان الفصل طبعا بالطبيعي هو مش هيبقى فيه، يعني منطقيا يبقى اكتر صراحة من العدد اللي هو مطلعه ده. المدارس الخاصة ممكن يكون العدد ده فعلا، بس احنا المدرسة عندنا مدارس الحكومية بتبقى يعني الاعداد فيها اكتر شوية. ده كده انا هثبت الكلاس روم هيبقى 20 شخص لكل الكلاس روم، حتى لو مكانتش متساوية يعني، بس دي فروض احنا بفرضها لان طبعا ما عنديش الفرش. كده انا جبت عدد الاشخاص. طيب عايز بقى اشوف الاكسبوجر بتاعتي، مساحة الحوائط المعرضة للشمس. انت عندك السبيس ده مثلا هو الكلاس روم جي واحد، ده في حائط ده معرض ناحية النورث، وفي حائط معرض ناحية الغرب اللي هو الويست. طيب في هنا شباك، هنا مفيش. أكيد أنا هعرف مثلا الأول اللي هو ناحية الويست ده ارتفاع الطول بتاعه اهو، طول الحائط ده أنا جايبه اهو 4.4 تقريبا، في 4.2 اللي هو ارتفاع الحائط، هديك 18 تقريبا، 18.5. هقول له كده 18.5 في اتجاه الويست، 18.5 هحولها لك لي في التربيع. طيب الحيطة دي فيها، هل فيها شبابيك؟ فيها شباك واحد. طيب الشباك ده بعده كام؟ ادي عرضه نجيبه ب دايمنشن 1.8. ده بالهايت بتاعه اجيبه من السكشن، هتلاقي ان كل ده العرض ده 1.8، تلاقي ان كل الشبابيك هنا ارتفاعها 1.95، يعني 1.10 تقريبا. هترضى 1.10؟ هرجع كده واقول له الشباك ده عندي عدد واحد ونوع واحد، هشيل كده كده فوق. الهايت بتاعه 1.1، الويتس 1.8. طبعا ما عنديش ابواب. نفس القصة اشوف الحائط اللي هو ناحية النورس ده، طبعا ده ما فيهوش شبابيك، فهقول له 6.9 اللي هو العرض بتاع الحيطة دي في 4.2، تديك 8 تقريبا، 29 متر مربع. هروح للشيت اقول له عندي في اتجاه النورس 29 متر مربع، وما فيهاش طبعا ويندو ولا دورس. تمام، دي كده انا جبت عملت الداتا كولكشن للمكان بتاعي، عشان مطلوب انتوا ان شاء الله تعملوا كل السبيسز، عشان المرة الجاية ان شاء الله نعرف ازاي نحطها على الهاب. طبعا الفيديوهات اللي هي بتاعت الكورس الفري انا هديها للناس برضو علشان تشتغل موضوع الهاب، مش هنشرحه كله زي ما عايزين، نشرح بقى الحاجات الجديدة الخاصة بالتشيلد اوتر. دي كانت حلقة النهاردة، اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.